إذا ما ذكر اسم الله عز وجل فتحرم، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب إذا ذكر اسم الله عز وجل ومعه اسم غيره، يعني كمن يقول مثلا بسم الله والمسيح أو بسم الله والحسين ويذبح، هذا أيضا تحرم، الذبيحة تحرم وهذا من الشرك. لكن أعظم أنواع الشرك في الذبح هو الذي يذبح الذبيحة متقربا بها إلى المذبوح له، كما يتقرب المسلم بالذبائح إلى الله عز وجل، فهذه عبادة محضة صرفة لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر.